مش هشوفها مرة خمس مرات أقله يانا يابا يما هتقولي مسلسل لابدلي حدي لما هقوله وحلو التمثيل يا جاية وانا يا ديا مغفل مش هشوفها مرة خمس مرات أقله مسلسليكو أهم أنت شاب زيكو زيكو طب والله لو وريكو الدنيا كورة وفورة وقرص بيدور ودراما جوا صورة اظبط النور تفاصيلها ولا الماسورة الضربة يا شقيق متقسمة بمزورة كله ليه دور ما بتكملش الا بيكو ماما أمي يا جميل أمي يا لزلوزة يا روح ماما حماد ايه حماد اخس عليك يا ماما اخس عليك يا ماما خضتيني قومي يا دنايا قوم مش قادر مش قادر يا ماما الله الريحة الحلوة دي يا صباح الفراخ المشوية المتبلة حطيها هنا ماما حطيها هنا اتفضل يا حبيبي والنبي ماما ارفعها لي شويه ارفعها لي اتفضل يا حبيبي الله مش قادر بس عايز انام لا يا حماده قوم يا حبيبي في الحركه بركه قوم يا حبيبي بطل نوم بقى يا ماما النهارده يوم عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم ادعي لي ادعي لي يا ماما بدعي لك من كل قلبي ربنا يفتحها في وشك يا حماده ده ماما سيبيني انام شويه تعبان كسلان والله قومي يلا حبيب ماما وقت التشطيب جه حماده يا ماما انا نضيف وزي الفل ولازم الواحد يتشطف والله ما قادر حماده حبيبي لازم تغسل وشك الله حاضر حاضر بس مش قادر استنى عليا انا هغسل لك وشك ربنا يخليك مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله تقوم عظيمه عظيمه يا ماما
يلا هب 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 غمض عينيك عشان الصابون يحرق. حاضر حب. المية ساقعة يح يا ماما يح. معلش يقطعني يا روح ما. والله نشفي. شكر يا ماما شكر. نشيت الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين اللي في خدي اليمين. بس ماما تخنقيني شيل الفوطه. يلا نف 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 هوبا هوبا شيل الفوطه. هتخنقيني يح يا ماما والله عيني حرقتني. يلا سنانه. مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا. تف 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 تف. اوف ماما سيبيني بقى انا تعبانه عايزه انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجآت مذهله. ايه ماما المفاجاه قولي لي. ايه يا حماده؟ ماما خلاص بقى زهقت. حاضر ليه حماده على طول؟ حماده على طول. ايه المفاجاه؟ ما قوي تبقى مفاجاه لو قلت لك ايه المفاجاه يا حماده. عشان خاطري يا ماما عشان خاطري. يا حبيبي ده النهارده عيد ميلاد حماده. كل سنه وحماده الطيب. هو طيب. كل سنه وحماده الطيب. وانت طيب. ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا انا كسلان شويه يعني سيبيني بس 17 ساعه انام لاني مهلكان هلكان هلكان. حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم؟ قوم وصحصح كده. والله يا ماما ميعاد مهم قوي. ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه. قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده ماما ربنا يخليكي ليا. انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس. مش عارف كنت اعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ادي ايدي كابوسه يا ماما. خدي يا حبيبي. زقي يا زقي ايدي زقي. متشكر. العفو. رجع ايدي رجع ايدي يا ماما رجع. متشكر. العفو. متشكر. حماده ماما حماده ماما حماده ماما حماده. حطي ايدي على بوقي عايز اتاوب. رجعيها. متشكر قوي. العفو يا حمودي. حماده يا ماما. قوم بقى يا حماده. مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه هقوم واغير البيجامه والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر. انا هقلعك هدومك يا حماده. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ماما. ربنا يخليكي. يا سلام. ايوه كده لبسي جاهز والبنطلون والبنطلون يا ماما. ربنا يخليكي يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حماده هات ايدي كابوسها تاني. خدي هات ايدي. زقي ايدي زقي. رجعي ايدي. رجعي. متشكر يا ماما. العفو يا حبيبي. ممكن انام شويه بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل. والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب اعمل ايه؟ دقلجيني يا ماما زقيني. مش قادر يلا. مش قادر انزل. هوبا يلا يا ماما. هوبا يلا ماما. تعالي قوميني. الا ربنا استنى انا جايلك جايلك. الخشب جامد قوي وجعلي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قوميني. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي. ادعيلي ادعيلي يا ماما. قومي يا دلوقتي. قومي يا حبيبي. اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا ضرار. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه تعبانه. مش لا قادر. لا 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 مش قادر حماده. مش حماده ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليك. والنبي يا ماما اديني ايدي كابوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك. زقي ايدك. متشكر يا ماما. رجعي لي ايدي. رجعي لي ايدي. متشكر يا ماما. متشكر. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما ويخليك لي. توصل الفطار بقى. توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده حماده ماما. قوم يا حماده. اصحي. حاضر. بس بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش بحب تعمل لانشون في بقي وانا نايم. انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. وانا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى الله يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعي لي في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. قال له اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. لا لا انا طب شمسك عشان تزقيني. مش قادر. خليهم معايا. زقيني بيهم. يوه زقيني بيهم. ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات. هاتي سندوتشات يا ماما. هاتي سندوتشات. حاضر يا حماد. ربنا يخليك ليا يا ماما. ربنا يخليك. حاضر يا حماد. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حماد. طب هتبصي حصليني بيهم على باب الشقه. انا مش قادر. انا هسحب. انا هسحب زي حماده زي الفدائيين. انا هسحب. انا حمادة. مش قادر. تعبان يا ماما. سقيني زقي تعبي رجلي. يا رب حياه رحمه تيتا يا رب ورحمه جده يا رب. اقف جنبي يا رب. انا ما بعملش حاجه غلط خالص. انا كسلان شويه بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب اهم حاجه النهارده ودلوقتي يا رب اكسب ضربه الجزاء دي يا رب. العب غيرها حلو. والله العظيم والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضرب الجزاء. طب يلا كمل لعب. ما ماشي ماشي
ماشي بس انا كسلان قوي مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط. انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا؟ ايه انا جعان والله جعان. ايه والله جعان. حماده تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر انا فطرت بتاع 3-4 مرات بس بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر يلا بكلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام طب لنا 10 جواز حمام قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده خليه يجيب لنا 6 جواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ. ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا انا هزوده زوده. هقول لك بقى على حاجه. خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى ام علي وشويه بقلاوه. اه طب وريني نفسك بقى. حلو اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر. اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم. اتفضل برجلك اليمين. اتفضل. شكرا يا استاذ. اتفضل يا عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي تقول لي وائل جمعه. انت بتعيني ليه؟ ما ينفعش نبقى معديين من هنا ما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه مشغول يا بابا. ايه البقره اللي انا مخلفها اليوم؟ بابا عايز ايه؟ زفت مش شايفني مشغول وماشي الناس اللي معاك مش عايز دوشه في البيت. يا بابا ما يصحش كده. بكلمك ترد عليا. مش فاضي مش فاضي. انا هرد عليك. غور انت وروحي يا حاج هات لي كوبايه ميه والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله حاجه. هتخش يمين هتلاقي المطبخ. اعملي لي سندوتش جبنه حطي لي زيتون. ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانيه واحده هفضلك هفضلك. لا مش هينفع كده. طب اوعى. ايه ده انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار بيمسكني من معصمي. انت بكلمك ترد عليا. مش هرد عليك يا حسام. يا ابني سيبه الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب الله يكون في عونه. جون 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 جون. حسيت. طب قسما بالله كلمة تانية وأكسر المحل ده على اللي فيه. لا أنا اللي أقوم هديك بالجزمة أنت والناس اللي جايبها معاك وهتزعقوا. امشي عشان أنا خسرت. اوعى بقى اوعى بقى. ابعد عني دلوقتي. يا بابا يا بابا قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خد. انت عامل لي فيها 7 رجاله وتخلي صوتك. ايه ده؟ ده ابوك ده هايف وعيل. ايه ده؟ انت فاهم اللي هتبيع ده؟ مبسوط على الكلام الفارغ ده؟ لحظه اوعى اكون فاكر ان انا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز. انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف وتافه. والله لا يا ابني اخرج دلوقتي. ثانيه يا بابا كان هو هايف. انت قليل ادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه هو عارف. هو عارف؟ تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ طبعا. بتعرف؟ كذاب كذاب. شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن. دي لعبه ولا عيال صغيره يا استاذ. انا عيل بس انت اعيل وامشي عشان ما هزعلش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز. معلش مفيش جواز خالص. احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل. انت راجل عيل. تعالى لي تعالى لي عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل الماتش؟ لا انا هكمل الماتش. انا بحترمك عشان حسام. يلا امشي من هنا. امشي من هنا. معلش يا عم. انت راجل عيل. طب اتفضل. انت قلت عيل تاني. امشي من هنا. يا الهي خلاص خلاص يا بابا خلاص. معلش يا عم. استنى انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت. تعالى امشي من هنا. مبسوط. امشي من هنا. امشي من هنا. تعالى 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 تعالى. انت العروسه؟ تعالى حبيبتي تعالى تعالي. ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفعه. انت بتعملي ايه هنا؟ قوم يلا معايا. قوم بره. هنبعت هنبعت. امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت. امشي اطلع بره بيتي. يا حسام. يا ابوك المجنون ده. تعرفتي على الواد فين؟ في الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع. انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني. ما ينفعش كده. هي اللي جت لزقتي. ده. انت كمان بتشبطي. خد يا بابا. العب يا بابا. قعدت من غير ما حد يعزمها. العب. بص دي بقى استناني رجعت لك وانا فايق. اسمع. لا 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 لا. بص دي بص دي. حلو الكوبري ده يا معلم. ايوه يا ابن اللذينة. انا جعان. فين الاكل؟ شوف لي فاكهه. طيب شوف لي فاكهه. ايه ده ايه ده؟ ايه الكآبه دي؟ بيت كئيب ليه كده؟ اقصى عليك يا ماما. بصراحه ماما مزعلاني قوي. ماما ما بتعملش معايا اي حاجه تبهجني في حياتي. بصراحة مزعلاني مزعلاني. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه وبتاع ايه؟ مش كفاية ان انا فتحت اكرة الباب لوحدي؟ هدوس كمان على كبس النور. والله ما انا دايس. وايه الزروات اللي على شوف الترابيزة مليانة ايه؟ تورتة وجاتو. طبعا ماما هي واصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت. انا بصراحة بكره اصحاب ماما جدا سواء رجالة ولا ستات. كلهم استغلاليين. طنط كريمة دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من الثلاجة من غير وراها من ورا ماما. والله مش عايز اقول لها بصراحة بقى. يا ساتر. ولا طنط سناء حراميه هي كمان حراميه وبتستغل ماما. ونرجس. نرجس كلكم ونرجسكم. ايه ده القرف ده يا سات؟ ده انا زهقت منهم. حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني. لا الطباخ ولا السواق. كلهم ناس رخمه وبكرههم. محدش بيساعدني خالص.
انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحه. انا بكرهكم والله، بكره اصحابي، بكره الناس كلها، ما حدش بيعمل لي اي حاجه خالص، دي حاجه تقرف بصراحه. ايه ده؟ واضح ان هم عاملين لي مفاجاه عيد ميلاد. ازيك يا انكل؟ ميرسي على المفاجاه. هم قرفانين مني ليه؟ وانا قلت حاجه عليهم؟ انا مقرفه؟ انا قلت كده. انا قلت كده في ايه يا جماعه؟ مش مبسوطين ليه؟ هو الكلام ده برضو ليا انا كده؟ ايه ده؟ انا ما قلتش حالك على حضرتك يا حضرتك، انت قلت لي على اي حاجه؟ ايه له ليه؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتلهاش حاجه عشان تعملي كده. امال في ايه؟ الناس مالها متضايقه مني ليه؟ وانت كمان باصص لي ليه كده؟ الله الله الله، وانت كمان، ده انتوا اعز اصحابي. هو في ايه يا جماعه؟ احضروا عيد ميلادي. ربنا يخليك يا ماما على المفاجاه. ايه فين ماما؟ ماما ربنا يخليك على المفاجاه يا ماما. يخليني ايه يا حماده؟ كده بتهزق الضيوف وتهزق صحابك، انت ايه؟ ما بتحسش على دمك خالص؟ انا يا ماما، انا ده انا مبسوط بالمفاجاه. ربنا مبسوط ازاي؟ مالك يا ماما؟ عندك ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ مش عارف. انت هتموتي ولا ايه يا ماما؟ تقريبا. طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف، مش هلاقي حد يوقفني. على مهلك، سلامة. تشاهدي يا ماما، تشاهدي. مع السلامة. الله، ناس طيبين قوي. هابي بيرثدي يا حمادة، هابي بيرثدي تو. اوف مش قادر انفخ، بس الحمد لله البوطه حلوه. بس يعني ازاي بقى انت؟ عايز حاجه يا ماما؟ طب شكلها نيمت او ماتت. صباح الخير. ماما فين البطاطس المحمره بتاعتك يا ماما؟ في المقلبيه، في الرز بلبن. الله يرحمك يا ماما. ايه ده؟ انا جعان قوي. سوري يا ماما، انا جعان قوي، انا مكسر لي كده. ماما شوفيني يا ماما، شوفيني يا ماما وانا نشيط، شوفيني وانا نشيط يا ماما. افرحي بيا، بقيت نشيط، بقيت. سوري يا ماما، ريح شوي، ريح شوي. ماما انا جعان يا ماما، جعان. ماما اعمل ايه؟ ايه ده؟ بعتي لي اكل يا ماما. ربنا يخليك يا حبيبتي، انا حاسس ان انت معايا وحواليا. سوري يا ماما، هضرب سندوتش وبعد كده اغازل فيك شويه واحبك شويه. الاكل طعمه وحش من غيرك يا ماما، يمكن عشان ما فيهوش زيتون. ماما اعمل ايه؟ انا خلاص تعبت، بقى لي ساعه بقول يا ماما. الله، كوارع يا ماما، كوارع يا ماما، كوارع. يح سخن قوي. فينك يا ماما؟ كنت بتبرديها وتفصصيها وتحطها لي في معدتي جوه. اعمل ايه؟ انا كنت بعمل ايه وانا معاكي في لحظه زي دي؟ كنت بنام. طب منين؟ صباح الخير يا حبي، يا امي، يا احلى ام، نفسي ابوس صورتك بس مش قادر اجيلك، مش قادر. ولا اجيبها معلش. كفايه يا ماما، كفايه، القلب تقيل قوي. ماما تصبح على خير. وتقلعني ناقص تدينا وببرونة والحاجة تيجي ترضعني.
بتهنني وتدلعني وتلبسني وتقلعني ناقص تدينا وببرونة والحاجة تيجي ترطعني. والحاجة اطلبها في ثانية تجيني جري في صاروخ. بعت الدي في دي والراديو